هنا بهذا الفضاء يبسم حسين على مشاركة مميزة بالصالون الدولي للصناعة التقليدية في طبعته 25 بعرض منتوج الزربية لمدينة تيميمون. منطقة تيميمون اللي هي تمتاز بالسجاد التقليدي للصوف، يعني ينسج بالصوف يعني الطبيعية، وأيضا بمواد اللي هي تستعمل نباتية نستعمل في هذا صباغة الصوف. التظاهرة هاته عرفت تبادلا للخبرات والتجارب بين العارضين من داخل وخارج الوطن، سواء عن طريق تنوع المنتوج وكذا تنظيم مسابقات من قبل القائمين. الهدف الأساسي هو خلق هذه التنافسية الإيجابية بين الحرفيين، باش ما يجيش يعرض منتوج تاعو بأي طريقة، وإنما ما دام عنده معلومة مسبقة بهذه المسابقة دونك راح يبذل مجهود في عرض لائق لمنتجاته. منسوجات فلسطينية يدوية وغير يدوية تمثل تراثنا الفلسطيني، نريد المحافظة عليه لأن العدو الإسرائيلي يحاربنا حتى في التراث. احنا حرفيين هذه المرة الثانية نشاركوا هنا في الجزائر، ما شاء الله عليكم، عندنا قبال باهي وماشي الخدمة. صالون يهدف إلى تشجيع الصناعة التقليدية والحفاظ على الموروث الثقافي العاكس للهوية.